أخشاها يعني قلت الديود، إيش من بلاد الإمام يسموها الديود. يوم قلت له جواز الديود لا عندنا، ويسموها قصبة اليهود بنجران، ويقولوا العرب هذا قصبة اليهود، قصبة مقدال. قلت وجواز الديود؟ قال يا بنتي يوم دخلوا الديود ما قد حبلت أمش، ورا ما ساروا أمش حبلت وددش، ولا زمان الطامة ما يطامة الفعن بلن ونحن الموخيم. أزمها وش كان يسووا؟ يوم الجمعة، يوم الجمعة بين أشوف ثنتين ثلاث نساء يصيروا جمعة، يتجمعوا ويصيروا. قلت ليش في الملا يا مقوع؟ شو هو نظيف ومهم وش يسووا نمص مزيه، يقولوا له نمص يسموه، كلون ما بلاي دو نمص لما هم لا يقولون مسارو وين سلسو لا سلنا ندي نمص شري من قول له أز قلت ليش هاي ويكحو ذا أنا أقول ليش نمص وين سرتوا يا بنات؟ قلوا بنات سلنا ندي نمص وبالحال ساروا يطبالوا كانوا مش سير المقوى. قلت كين كيف أنت تعرفي؟ قلت أنا أفتشي شمعة مش بتصير تصطفي وجاء معنا. قلت له ناهي، قلت ناهي غسلت وزيت في البيت مما مثل الدوميم، دوميم هي مريدة من اليروك، اليروك وتدقه كاها وتنقعه من العشي والصبح تقفل ونحن تموصنا. قولتنا ما ندر يعمل حمارة كثيرة يهودة البير اللي عند السيقل لها بير علي أنا أفتش بأسير أنا ومش وش تسجي معنا. قلت ما هي يابا أخشافني عند شالبير سموها مطوية حجار هي تنزل طي طي يقولوا له كانت مثل ما تقولي ما أبه يسوي شل حبل حبل وربطها كاخة ربطها كاخة ما بلا مبه وقال يا بنتي وتنزل قالها يا تركية كما نجحتي قولي بالحبل بالحبل كاخة وكما قالت كاخة هو يسحبها من البير حين تنجح يقول تسمي له بالحبل.